سبحان الله. هذا بعد كتب ابو يعقوب رفع السيد ساشم السي احمد رفع الوزير نائب شيخ الطريقه رفع الصوفيه جراب المسكين لحفظ بعض مسائل الدين، جمع وتاليف الفقيه ربه خفي الالطاف عبد الرحمن بن احمد بن عبد الله الكاف باع علوي حسين الهجراني رحمه الله سنه 1820 1420، يعني قبل تقريبا 23 سنه. سبحان الله. انا بطلع لكم شعر وبطلع لكم يعني كلام. يقول هو اختنا لدى السيد ساشم الرفاعي هو السيد شعراء، تزين بذكراه المجالس دائما، وتزهو بما يلقيه فيها المجامع، ودعوته عم الأنام بنفعها، فدان قريب الدار منها وشاسع، هنيئا له ما نال تلك خلافة، فهل يا ترى في فضلها ما ينازع، وبشرى لنا ما دام فينا يفيدنا، قرائب فهم ما لهن مراجع، أجل صدره بحر يموج، أذيه فتجري به للناس منه الشرائع، فقل لبقاة العلم من كل مذهب دار علوي ابن عباس سارعوا، فإن بها ما شئتموه وفوقه وفيها علا من دونها النجم واقع. هم بتريم السيد كان يروح لهم، سموها تريم الغنة، والوالد كان هو وابو بدر عبد الله العلي المطوع رئيس جمعية الإصلاح يدزون حق جامعة الأحقاف وكل التخصصات محاسبة. وهني فتحت على الحديث ثاني. آمين أم الفاتحة وعبد الرحمن العتيق والجميع وعيسى اليوسفي كان طيب بأسين. يقول صلى الله عليه وسلم: من زرع قبري حلت له شفاعتي. رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمر وعبد الخالق البزار في مستدي قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم ثنى عبد الله عبد الرحمن بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار قبري حلت له شفاعتي. أنت زرت قبره؟ صلى على محمد وآل محمد.